مش باللي محروم من تجلي الليل يا ابو قلبي فاضي يا قاسي نام نار معلن دي ساعة القدر يا ابني موعدها في اخر الليل يا رب انت سامع وخبير وبكل شيء قادر وقدير انت بيدك تجري المقادير ارحمنا يا ربي يا رحمه ارحم عبادك ويهديهم انت الوحيد وعلم بيهم خلقتهم وكفر بيهم ده من ملايكه الانس الجاه انت البدع بدع الصور من نطفة صورت الصور انت البدع بدع الصور من نطفة صورت الصور بحق تبارك والشور تملأ قلوبنا بالإيمان وبعد صلاتي عالهاد نبدأ في راوي القصات وبعد صلاتي عالهاد نبدأ في روي القصة دي واحكي انا للامجاد قصة ناجر مع مغرات مهران وماجر ده مخلصي وأصدقاء يا مستمعين مهران ويمهر ده مخلصي وأصدقاء يا مستمعين ونشوف بقى يا حاضرين ايه بيعمل الزمن وحد قصة مهر ومهران انا قلت اتنين ولاد عم الاتنين دول في التعليم ابو مهران اسمه الحاج عطوان راجل من الناس اللي غني اللي عندهم اموال كتيرة الناس المبسوطة بس رغم انبساطه لكنه ماشي في سلك النبي صلى الله عليه وسلم وله اخ فقير اسمه الشيخ رضوان راجل فقير على قد حاله وابنه مخلفه اسمه ماهر فالحاج عطوانا ده لابنه وقال له يا ابني يا مهران قال له نعم يا بابا قال له يا ابني انا حوصيك وصية قال له اتفضل شوف الراجل هيقول لابنه ايه بيقول له يا اللي انت غاوي الصحابة خد الاصيل صاحبي صنع عيشك ويملحك ويحافظ على الصاحب مش كل واحد ضحك لك اوام اوام تعملوا صاحب ده الناس معادن يا ولدي والاصيل الاصيل الاصيل معدن وغالي اوعى تماشي الخسيس اوعى 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 تماشي الخسيس ولا تعملوا صاحب مهران ابوه عطوان راجل غني يا اخوان ماجر ابوه رضوان فقير على قد الحال ده واحد لي
لأبوه وده واحد لأبوه والحلا بيدلعوا دايما كده يا رجال دايما كده يا رجال الاتنين وكانوا صحاب أصدقاء وأحباب عايشين سوا يا أحباب حلوين رايقين البال عالمدرسة رايحين من المدرسة جايين وكل عام ناجحين جايبين مجموعات وكل عام ناجحين جايبين مجموعات مهران كان بيحب ابن عمه قوي فقال له يا بابا قال له نعم مش المثل او الحديث بيقول كلكم لادم وادم من تراب قال له ايوه وده الشيخ رضوان مش اخوك قال له اخويا وانت بتمنعني عن مشي ماهر ليه ابن عمي اسمع يا سيدي يمكن تاخد لك موعظه يا عم اسمع يا عمي اللي نجم بالعرق انت يا عم يا عم صلي على يشفع فيك يمكن صلي على النبي يا سيدي مش الحديث بيقول كلكم لآدم وآدم من تراب قال له ايوه والآية بتقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال له طبعا وفي حديث بيقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى قال له أيوة قال له طيب إزاي ما مشيش مع ابن عمي قال له يا ابن اللي بيحط رجله مطرح المتعاص بيتعاص زيه وده ابن أخويا وأنا فاهمه يا مهران ياللي انت غاوي الصحابة خد الأصيل صح يصون عيشك وملحك ويحافظ على الصح مش كل واحد ضحك لك اوام تعمله صاحب الناس معادن يا ولدي والاصيل معدنه غالي اوعى تماشي الخسيس ولا تعمله صاح ابن عمي مش خسيس قال له لا خسيس ليه قال له اللي ما فيهش خير لابوه وامه ما يبقاش في خير لصديقه واللي ما فيهش خير لصديقه ما فيهش خير لكل الناس مهما ضحك سنه يبقى السن بيضحك لكن القلب بيبكي الواد كدب ابوه لانه لسه في فترة الشباب والنشوة فقال له ايه مهران وكان حبه زايد قوي قوي لصاحبه من حبه واخلاصه بيعطف على صاحبه من لبسه بيلبسه من لبسه بيلبسه ومن اكله بياكل صاحبه اصل الاصيل كده اصل الاصيل كده 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 يخلص لي من يمشيه لما الخسيس يا ناس لو قدر ياكل صاحبه
صدقتهم لحد ما خلصوا شهادتي الثانوية. ماهر ابن الشيخ رضوان اللي هو متدلع دخل كلية الطب، وابن عمه دخل كلية الهندسة. فالاتنين دول خدوا سكن واحد بجوار مولانا سيدنا الحسين. فماهر بقى يلف على الحريم ويحب مشيهم ويلاغيهم، لكن مهران ماشي مستقيم زي ابوه. فالواد قال له اسمع، قال له نعم، سيبك من مشيك البطال ده وامشي في سلك النبي احسن. قال له كل واحد حر في مشي. ده ماهر بيقول لابن عمه مالكش دعوه بقى بيا، لا مؤاخذه انت حر وانا حر. فهينصح ابن عمه بايه؟ قال له ايه؟ ومش هقول الا ما تسمعوني الصلاه عليك. قال له على شط بحر الرضا فيه ناس صيادين متعممين بالشبك وهم صيادين، فرحهم شباك الرضا والناس غفلانين صادوا الهنا والمرة والناس دول نايمين. ياللي معاك ربنا هتحمل جماير مين؟ ياللي بتمشي ورا النسوان ده الاخرة هتبقى طين. نايمين ياللي معك ربنا
هتحمل جمايل مين 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 ياللي بتمشي ورا النسوات الاخرة هتبقى طيب ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام وخلصوا يا كرام شهادة الكل نقير بقى دكتور طبيب جراح مشهور وبعد ايام وشهور تعينوا في اسكندرية مهرم بقى مهندس في الصحراء يا بابي ومقاول ويا الريس دول تحت ايده بالميل مهران وعملوا كاس مهندس في اسوان مهران وعملوا كاس مهندس في اسوان كانت الجوابات يا اخوان بينهم رايحه وجاي مجري بعد جوابات مهران يبعت جوابات بالاشواق والسلامات بمواد مع حنين ده واحد لابوه وده واحد لابوه والحلم دلوه دايما كده يا رجال وحد ابن الغني اسمه ايه يا عيني على الناس اللي صاحيه خلينا في الجنب ده مهران بقى مهندس وتعين في اسوان وابن عمه ماهر بقى دكتور وتعينه في اسكندريه فبقوا يرسلوا بعض بالجوابات ويا اسيادنا لما ربنا بيحب ان يرضي انسان بيرضيه من القليل مش مهم يكون عندك باجور حارت مثلا زي اللي واقف ده لا متخافش صلى على الرسول اللي بيرضيه ربنا بيرضيه من القليل واللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليه لما يكون عنده ما الأروه ماهر الدكتور ربنا فتح عليه قوي وغناه قوي بدأ يشرب الخمر ويسهر الليالي مع الأعيان ونسي أبوه اللي باع ملك ورباه يبقى خسيس لكن مهران ابن عمه كان بينزل القرية واجتماعي مع كل الناس يصلح بينهم مش متكبر لكن دك هو مجرد ما تعين في اسكندرية غور البلد بالريحة باللي فيها ففي يوم من الأيام قفل عيادته ومشي يتفسح على النيل في اسكندرية والجو جميل ساعة العصاري قابل فتاة هيعمل ايه وياها خليكم معايا على شط اسكندرية خرج مايل الى النزهة ساعة العصاري يا عيني يا عيني يا عيني حلوة حلوة على الشط والنزهة نظر بعينه نظر بعينه الفتاة عالبلاج اسمها نزهة قرب عليك يا خطاوي ووقف قبلها وقال غريب وجيت حيكم طالب منكم نزهة سمعت كلام البنية قالت له قرب عليا ويلا ننزل في المية ده الموج عالي عاوز العوام وقف وفكر شوية
خايف يا صديق، انا خايف انزل في المي اغرق انا ولا مش عواه، اغرق انا ولا مش عواه. اتعلم بص علي، قالت له تحت الشمس اقعد بقى وانظر لي، اتعلم بقى بص علي وبص للوزل عوام. ما هي لما نظر ليك مكانه قلبه راح ليك، نزل المية وجنبي جا فاكر ده انه بقى عوام. واسمع طيب ماشي بقى بيتفسح وبيعاكس في الحريق، فقابل واحدة كده زي صاحبتنا دي. ايه جميل. ابوها صعيدي لا مؤاخذة ومقاول وشغال تحت يد الباش مهندس مهران ابن عمه في أسوان، والبنت دي كانت من أبوها طفشانة من شهرين وسنة يعني 14 شهر بالعشق مدمنة، والعشقة لما تتوب بترضى بالمكتوب وتصدق بالمأوى يعني السكن، والدكتور ماهر كان عنده المأوى، والشاب لما بيغوى بينسى امه وابوه، ما بيعرفش اصلا، ما بيقولش امي شكلها ايه ولا ابوي اللي ربوني. فقابل نزهه مش هنسهر سوا الليله دي؟ قالت له بس يعني لا مفيش عندنا السكن والخمره وكل شيء تحت امرك. قالت له بس ننزل في الميه. لا بس انا ما اتعودتش اصل انا ماليش عواه. قلت له اقعد قدامي كده على الشمسيه على البر. فضلت قدامه تعوم، وما اجتمع رجل وامراه حتى وكان الشيطان ثالثهما. قلع ملابسه بسرعه وقال يا سلام هي مراه وانا راجل وهنكسر، وراح نازل وراها غرق. عند الغرق شالته وبين ايديها حضنته، وعلى البر طلعته وركب عربيته وخد نزهه ومشي على شقيته. السهره كانت حمرا. وموجود فيها شرب الخمره. ابوه اتاه المره. نزهه نعم انت تفضلي معايا على طول، واللي انت عايزاه بدل الجنيه عشره. كل يوم بتسحب فلوس، النهارده يلبسها الذهب وبكره تلبس الحرير، والكازينو في الحته الفلانيه النهارده، وحمام في الحمام، والحكايه والقشه معدن ولا السائل في ابوه ولا بعت له قرش ساق معدن. الاب اتاه المرض فنادى الامه، يا ام ماهر. قالت له نعم. اقعد يا ابني. يعني كان نيتك تقولي بيعملكك وربي الدكتور، لما ربيت الدكتور والدكتور نسيني امري الى الله. اندهيلي باخويا الحاج عطوان، ندهيت له باخوه، والاب كتب جواب لابنه، كتب الجواب وقال له ايه؟ امك مشتاقه لك وابوك رباك، انت ليه ناسي ابوك؟ راح له الجواب شوف العاصي لأبوه والدين هيعمل ايه، وصلي على النبي الضمير.
ابوه بعت له جواب حرق قوي بيقول ولدي يا ولدي ولدي الحبيب ولدي انا قلبك عليك مشغول امك دي مشتاقه لك والليل عليا بيطول ليه يا ماهر نسينا ليه يا ماهر نسينا وحرمني من عطفك امانه يا ولدي ما تخلي البعاد يطول ابوك بعت لي جواب جوه الجواب ده عتاب ابوك بعت لي جواب جوه الجواب ده عتاب ووصل له الجواب وهو ناسي ابوك ناسي ابوهم اللي عليه السم نسي ابوه وامه اللي عليه السم ولا صار ام بالليل ما كانتش تنام عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب عيان وابنه طبيب يداوي الجرح يطيب الاب نفسه يطيب والابن مسائل فيه ونزهه دي مشغلاه ليل ونهار وياه نزهه دي مشغلاه ليل ونهار وياه العقل كمان واخداه نسيت أهله يا سلام ماهر ونزهة مع ولزقة مش فايتة ليل ونهار وياه سلبت عقله كمان نسيت ابوهم اللي عليه السم ولا سهرهم بالليل ما كانتش تنام وقلبه كان قاسي وللجميل ناسي سايب ابو قاسي عيانه سايب ابو ياسي عيان امه كمان ابوه بعت له جواب هو الجواب عيد ماهر وكان جبار حرق الجواب بالنار قلبه قاسي جبار ده نسي عطف الايام وح الجواب واصل مستجع الشقة ضرب الجرس خرج يا نزهة شوفي مين خرجت نزهة فتحت الباب ايدك حنينة قوي واستلمت الجواب الدكتور بيفتحه وجده من ابوه اتاريه ساعتها مبسوط حبتين وشارب كاسين خمر قال له احنا ناقصين قرف طلع علبه الكبريت وراح حرق الجواب ودايسه تحت جزمته ولا عبر ابوه ولا الجواب وما يحمل من كتاب الله في وصيه الوالدين ولا اعتبر اي شيء ابدا شوف ده هيعمل ايه الأب مات بعد يومين
فكتبوا له تلغراف: أتاري نزهة مشطبة على المحفظة. يعني معاش فلوس، عايز يستلف نزهة. نعم، أنا أبويا مات وبعتلي تلغراف، مش ممكن أستلف منك 100 جنيه سلف؟ قالت له: ما كانش ينعز يا حبي. خلي بالك، انا قلت مره قبل كده: اللي بيحب للماده ما يحبكش، بيحب الفلوس. طب خدي مفاتيح الشقه اهم، لحسن ابويا ميت من اول امبارح ومنتظرني، زمانه اندفن وانا حوصل برضه، وانت اوعى حد غريب يفتح ولا يدخل هنا. نعم، ده لسه. ما جه وراح له النبأ بتلغراف بقى عن ابوه: ابوك ما مات وانتهى، ما سألش يومها فابوه. مهران ابن عمه وصل لجنازة عمه، وابوه قال له: يا ابني روح هاته. فراح له على العمل على المستشفى وقال له: ايه؟ قال له: لك يوم يلي بتعصى ابوكم. لك يوم، لك يوم، لك يوم، لك يوم يلي بتعصى ابوك وامك والجنة والنار، بإشارة من ابوك وامك. نسيت عطفي ابوك ليه؟ ونسيت حنان امك 9 شهور شايلاك جوه الحشا امك، سنتين رضاعة بحنان ولي صدر يضمك. لك يوم يلي بتعصى ابوك وامك. انا قلت لك وخلاص، انسى الاجر خلاص، يلا معايا بإخلاص، خليك حنون ورؤوف، خليك حنون ورؤوف. يا صاحبي أنا مسافر وبقول قبل ما سافر: الظلم له آخر، بكرة يا صاحبي تشوف. أنا قلت لك وخلاص، انسى الأجر خلاص، يلا معايا بإخلاص، خليك حنون ورؤوف. يا صاحبي أنا مسافر بقول قبل ما سافر: الظلم له آخر، بكرة يا صاحبي تشوف. ماجر ولا يهتم ولا فاكر أبي وأم، ماهر ولا يهتم ولا فاكر أب وأم. أبوه حيموت من الهم، حيموت مش راضي عليه، حيموت مش راضي عليه. روح ابن عمه، أبوه قال له: يا عيني ما جبتوش ليه؟ قال له: هو مشغول. ندفن ولا نبعت له؟ قال له: نبعت له. ماهر وراح له النبأ بتلغراف بقى عن ابوه.
ابوك ما مات وانتهى، ابوك ما مات وانتهى، ما سألش وما فهموش. اهل البلد كلهم، اهل البلد كلهم فكروه، فكروه جاي انتظروه. شفت القساوة، القساوة يا ناس، واللي راح يجرى امه في حالة اغماء ماتت في حضن ابوه. بعد يومين من وفاة أبوه وأمه ما يعلمش بالخبر إلا خبر وفاة أبوه بس، عشان التلغراف اللي معاه. لكن أمه لسه ما خدش خبر. بعد يومين اتصرف وركب عربيته وساب مفاتيح الشقة النزهة ونزل البلد. أهل البلد لاموا، وإن البلد طردوا، أهل البلد لموا، وإن البلد طردوا. اتمنوا عاصي أبو، اتمنوا عاصي أبو، ناسي الوالدين بالذات. اهل البلد جهزهم، جابوا القماش كفينهم، قاموا الجنازة ودفنوهم، ما غير وصل بعد يومين، من بعد يابا تلات ايام كل الناس قابلوا بملاك. يا ما غير ده عيب وحرام، هي قاسي على الوالدين. فجري يقول مش بهواي، كانت فيها عملية وراي. مهري يقول مش بهواي، كانت فيها عملية وراي. قالوا له ما سمعتش آية بتوصي يا ماهر على الوالدين، قالوا له ما سمعتش آية بتوصي يا ماهر على الوالدين. ولك يا ماهر يا ويلك، ماتوا وهم كارهين من الفقر، دول ماتوا كارهين، والدنيا خاينة ومالها أمان. عمو قال لي تعالى، ماما فين؟ امك في الطرب يا ابوك. مش معقول. قال له النبي، انت جاي تبكي دلوقتي؟ ما تجرسناش، اللي ما يبكي عليا وانا حي وقت الممات يوفر دموع. امال كنت فين من زمان؟ ابوك رقد بقاله 6 اشهر والحريم عايروا امك، وابوك مرمي ومستنظرينك، ما جتش ليه؟ يطلع المنديل باوي عشان البيت. قال له لا لا لا، سيبك من الكلام ده، فوق 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 تعالى، حاسبني بقى وانا حاسبك على الجنازه بتاعت ابوك، صرف ال 300 جنيه ما معاش مال يدفع، هيعمل ايه؟ كتب عقد البيت لعمه، بيع وشرع
وسايب الخاينة في شقته. المثل بيقول في الحريم حبيبهم من حضر وعدوهم من غاب. نزهة استغيبت ماهر لأنها عايشة معه في الحرام. قالت خلاص سات، فتحت الشباك وبتشوف زبونتا رمت عينها على واحد اسمه ملاك فتح ورشة قصاد السكن اللي هي ساكنه فيه. ندهت له بحجة ايه؟ قالت له هات المفاتيح وتعالى ركب لنا الحنفية. لسطة ملاك، امال الدكتور فين؟ قالت له بقى في حياتك، ابوهم مات وراح يعز فيه. شوف الخيانة هتعمل ايه؟ نستغيبك ما قالت خلاص سافر، وغيره هنا حاضر، ملك جميل وجمال فتحت الشباك. ندهيت علي يا ملاك تعالى ده انا عاوزك، دخل بسرعة اوام ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها، ملاك اوام جالها يتهنى بيوصلها، حد ماهر وسألها قالت له مش عالباب. رجع في نفس اليوم الدكتور ياقوم، رجع في نفس اليوم الدكتور ياقوم، بيخبط على المظلوم. بعد ما بعبت ابوه ورجع بيخبط على باب الشقة. مين؟ قال لها افتح يا نزهة. والمعلم معاها جوه. طب وبعدين بقى دي مشكله؟ قال لها انت كنت عامله لي كمين؟ اتاري ملاك ده كان داخل ومسدسه معاه، عمر الطبنجه وهي فتحت الباب. بص لها كده قال لها انت مالك متلخبطه كده ليه؟ بقى في حياتك امال جيت على طول يعني؟ شاء يا اسطى. قال لها يا اسطى مين اللي هنا؟ قالت له ده الاسطى ملاك كان بيركب لنا جلده للحنفيه. اهلا، خليك زي ما انت يا اسطى. وبيشد سماعه التليفون عشان يطلب البوليس. عندك هو قالوا كده ولا ما تخلي الامور تعدي يا بيه واحنا فاهمين بعض؟ قال له خليك عندك يا مجرم. اها، فأنا بقول لك يعني بالذوق نتصرف، لازم تشتمني في بيتك؟ قال له خليك مكانك. قال له حاضر. سحب مسدسه وطلقتين للدكتور. نزهة شافته ارتمى قدام عينها بكت، قال لها يبقى انت اللي هتفضحيني لو فضلتي. وطلقتين لنزهة وقفل عليهم باب الشقة، وقام جري قفل ورشته وكلش عماله وسافر على أسوان. ودي القدر يا عين راحوا الاتنين في دقايق، رافقهم ابليس سنتين وفرقهم في دقايق، قتلهم ملك وهرب من المكان في دقايق، وقال حسيب اسكندرية وسافر على أسوان، بلد بعيدة ويمكن فيها عشرين وعطف
افكر ان ربنا بينسى الظالم ولا بينسى حق المظلوم. ملاك بعد ما سافر من اسكندرية راح اشتغل تحت يد ابو البنت نزهة وتحت يد الباش مهندس مهران بالصدفة بدون ما يعرفه. لقاها على المحطة واقف قال له خد الاخ المس صلاة النبي زند رقبتك كده وارتحونه وبتشحك عليه. اسمك ايه؟ انا ايوه اسم الحاج امام. مغير اسمه من اسم ملاك المسيحي لاسم الحاج امام. قال له طب ما تيجي تشتغل معانا مع الباش مهندس مهران راجل من الصالحين. معاك بطاقة؟ اتاري البطاقة ناسيها في اوضة النزهة في الاوضة بتاعت الدكتور في الجاكيتة ومتعلقة في اوضة النوم. يعمل ايه؟ لا والله ما معيش بطاقة. فالرئيس حمدان ابو البنت نادى للباش مهندس مهران. يا باش مهندس؟ قال له نعم. في راجل ضيف هنا جاي من اسكندريه وطالب شغل اسمه الحاج امام. قال له شغاله غفير على البنيان. قال بس لما الحكومه تلفها شرق وغرب مش هيعرفوا مكاني هنا. طب ورب الحكومه ده راح فين؟ الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. الذي يعلم السر واخفى. تلات ايام وهم مفوحه ريحتهم في الشقه. غاب عن الشغل اللي هو الدكتور مالك. فقاموا الاطباء زملائه راحوا له. شموا ريحه المدام في الشقه. بلغوا البوليس. شوف القدر بيلعب دوره ازاي. يا
مش عليهم بهدلهم الجثة التانية معرفوها في الحال بقى صوروها والأوضة دي فتشوها وجدوا بطاقة قاتلهم صوروا صورته وصورهم واسمه وياسمه والجورنال ده أنا شارجه وصل الجورنال أسوان ويقال أخبار مهرات نبكي على صاحبه يا إخوان رحت يا ماهر يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا عمي يا عزمنا ابويا امي ايه بقى ماهر عيب مني لما انا اعصي والدي صحتك يا حبيبي وقلت سيبك من نسوان وحيد الله يخرب بيت اللي ما يصلى على النبي الجورنال سفر أسوان وجد صورة ابن عمه قتيل بيبكي الرئيس حمدان أبو البيت قال له مالك يا بيبي تبكي قال له ابن عمه اتقتل في اسكندرية مع واحدة اسمها نزهة نزهة فين صورة ابن عمك؟ قال لي ايه؟ بص للصورة لقى صورة بنته بيبكوا الاثنين قال لي بتبكي ليه؟ قال له ده بنتي يا بيه والقدر لعب دوره والمكتوب نفذ بس صورة القاتل ده شكل الحاج امام اللي شغال عندنا من ثلاث ايام الراجل الضيف اللي جاي لنا من اسكندريه قال له ما يمكن هو مغير اسمه ولكن الصورة جايبة رسمه ما تيجي بينا لو انت من عنده باسمه الحقيقي قال له يلا حمدان خد البشمهندس مهران ابو البنت وابن عم الطبيب وتنتهم ماشيين لحد الحاج امام يا ملاك بص كده وافتكر ان له اسم جديد قال له خد 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 تعال انا اسم الحاج امام يا بيه قال له طب ما انا عارف تعال خده وبص في ايده وجد الصليب مرسوم على ايده قال له هو الحاج امام بيبقى داقي الصليب ولا ايه ماشي الله الصوره بتاعت حضرتك اللي مشرفه في الجورنال دي قتلت منه وجاي تقرب هنا قال لي انا هقول لك على السر يا بيه قال لي قول يا عم ابو البنت واقف وسمع كل شيء خلي بالك انا دخلت الشقه ديك في غيابه وبعد ما وصل والاني مع نزهه قال هبلغ عنك البوليس فانا خدام سعادتك وهعيش لك خدام طول العمر بس ما تبلغش عني قال لي انت عارف اللي انقتل ده يبقى لي ايه ايه يا بيه قال له اخوي مش معقول قال له طبعا وابو البنت قال له يا جبان قاتل وهارب في اسوان والله عشتك على الدنيا تبقى حرام ابو الصبيه عمر سلاح عمر سلاحه يا حضره ولولو اربع رصاصات عمر سلاحه يا حضره ولولو أربع رصاصات نفس العدد وبالذات قامت المباحث جاية أوام
الطرش من اسكندرية لغاية أسوان. قالوا القاتل لقينا هارب بقى في أسوان، واللي قتلوا أبو الصبي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، وقبضنا عليه حمدان. بقت قضية ولقى جلسات والحكم يسري لو طربات، أما اضطر لو في لحظة تبقى قضية ذهول وجنان. يوم الحكم وقف مغرى ويا المحامي يقول يا اخوان ده قتل بنته جاب له جنان غصب عنه بريء حمدان. الحكم كان له ببراءة قالها القاضي ببراءة، بيبكي مهرم ببراءة وبيبكي على صاحبه يا اخوان. ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا منا نصيحتنا، ما جريح ما جريح ما جريح لا نقول ونعيد على المجاريح، ده ما يتفرح مدد يا جد الحسن يا ابو كعبه بيت لالي. انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي، مدد يا جد الحسن يا ابو كعبه بيت لالي. انت الشفيع والدواء يا ابو المقام عالي، ياللي سمعتوا قصتنا اسمعوا مني نصيحتنا، نقول لكم نسوان فتنا كده قوموا يزاد كده الشيطان.